اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس في رمضان. زي ما انتم عارفين متعودين في رمضان كل يوم بننزل بنلف في مصر كلها بنشوف الناس الطيبين العمال اللي بيشتغلوا بيتعبوا بيجتهدوا عشان نقول لهم متشكرين كتر الف خيركم على كل المجهود اللي انتم بتعملوه. والفقره الثانيه بنلف في محافظات مصر وبنقابل الناس الطيبين ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين رمضان كريم. النهارده هنروح في بدايه حلقتنا النهارده مشروع انا عايز اروح الحقيقه لان انا كنت روحته قبل كده مشروع تلال الفسطاط او حدائق تلال الفسطاط. انا كنت روحت المكان ده قبل كده فاكر يا احمد كنت انت مخرج ساعتها معايا في واحد من الناس. كانت ساعتها منطقه عشوائيه اسمها بطن البقره وكانت فيها مشاكل لا فيها ميه ولا صرف صحي ولا كهرباء والناس الحقيقه انا كل ما افتكر انا يمكن صورت فيها مرتين ثلاثه كانت بتشتكي من سوء الاحوال هناك جدا هناك احوالهم كانت صعبه الحقيقه. الحقيقه المنطقه دي كلها اتشالت وبقت حدائق جميله جدا على مساحه 500 فدان ومتنزهات وحاجات جميله جدا. فانا حابب جدا اروح النهارده اشوف العمال اللي موجودين هناك واقول لهم شكرا كتر الف خير. فايه رايكم نروح على هناك على حدائق الفسطاط على بيت يلا بينا توكلنا على الله. بس خد بقى الطريق السياحي وبعدين ننزل نوصل على هناك. ماشي يا حمدي؟ ماشي. يلا هي كانت هنا يا احمد صح؟ مش دي الفواخرجيه؟ بعديهم على طول. ايوه ايوه دي كلها يا جماعه كانت عشوائيات انا فاكر كويس قوي يعني اللي على يمنا كل المباني دي والله صوروها لان انا يعني انا مبسوط من اللي بيحصل ده. كل دي كانت عشوائيات انا جيت صورت فيها في 2004 2005 و2007 و2009 اظن كلها كانت مناطق عشوائيه. دلوقتي كلها ما شاء الله بقت عمارات يعني. يلا احنا قربنا على حدائق تلال الفسطاط. هنخش بقى هناك اهوت على اليمين عند بعد متحف الحضاره. السلام عليكم. السلام عليكم، كل سنه طيبين. خش على طول المشروع زي ما احنا شايفين ده لسه بيتبني وعمال شغالين ما شاء الله عشان يكملوا مشروع حدائق تلال الفسطاط. شغالين في المشروع كويس ما شاء الله. هو المشروع ده من المشروعات القوميه الجميله والله. يعني تحسين المكان، شوفوا المكان كان ايه وبقى ايه دلوقتي، بقى جناين وحدائق بتتبني وتتزرع. وارجع اقول ده بفضل العمال بناة مصر، هم دول اللي بيبنوا بيعمروا. في كل مكان فيها عمال في كل مكان بيشتغلوا ان شاء الله وبيزرعوا وان شاء الله يحصدوا باذن الله. نازلين يا حمدي هناك بس وقف ما شاء الله عمال في كل مكان شغالين. السلام عليكم. رمضان كريم. تعال ما تعال ما تخافش تعال تعال وحضرتك طيب اتعرف انا عمرو ازاي؟ كل سنه طيب رمضان كريم. الله اتعرف بحضرتك. حسن احمد رحيم. منين يا استاذ حسن؟ كفر الشيخ ان شاء الله. اهلا وسهلا. بتشتغل ايه سيادتك؟ بشتغل هنا في الري هنا في الشركه الجديده. انتوا بتعملوا ايه كده؟ انا شايف مشروع جميل. مشروع جميل جدا. ايه بتعملوا جدا. ايه؟ هنا بنعمل ري للزراعات الموجوده هنا. عده ري توصيلات تركيبات للري للنخل والسجر والزراعه الموجوده. انت عندك اولاد قد ايه؟ انا عندي خمسه. ما شاء الله مين ومين ومين؟ عندي فارس ورانيا وبساط ويوسف وكرمل. في التعليم كلهم؟ الحمد لله رب العالمين. وانت كنت بقالك شغال هنا قد ايه؟ بقالي في شركه جنيت 5 سنين. كنت فين قبل كده؟ كنت صياد في البحر. صياد؟ يا سلام. دي مهنه بتعلم الصبر. الصبر جدا. الحمد لله. وانت في رمضان كده وبتيجي عارف تقول يا رب نفسك نفسك فيه؟ نفسي ربنا يستر عليا وعلى اولادي. بس مش اكتر من كده. مرضي؟ مرضي الحمد لله. مبسوط جدا مع ان هندسه حمد يا باشمهندس. لما تنداني زمايلك كده موجودين. انده له انده تعالى يا اسلام انده للناس تعالى يا رب مع ان هندسه تصرفونا يا جماعه كده الجنه دي واحده
معنا تست عمل هنا مش هنعطلكم دقيقتين كده ونمشي يا عمر. آه. معنا تست عمل هنا من المهندسين دكاتره اخصائيين يعني نتعرف عليهم. يلا عرفني لنفسك. اسلام احمد. منين اسلام؟ من المقطم. المقطم. عندك كم سنه؟ عندي 20. ما شاء الله. بتشتغل هنا ايه؟ فني ري. ما شاء الله. حضرتك؟ راضي عمر. منين؟ منيا. بتشتغل هنا ايه؟ عامر ري. حضرتك؟ عمرو عادل. منين يا عمرو؟ من الجيزه. بتشتغل ايه؟ فني زراعه. فني زراعه. عبد الله احمد عبد الله. اه. من سوهاج. من سوهاج. عامل زراعه. اهلا وسهلا. حسني حسن احمد من سوهاج عامل زراعه. عامل زراعه. محمود محمد الصادق عامل ري. ما شاء الله. رزق صالح رزق فن زراعه. حضرتك؟ اسلام محمود مسعود فن زراعه. اهلا وسهلا. وحضرتك؟ محمد عبد الله عبد الله من الاقصر عامل زراعه. عامل زراعه. اسلام عبد الناصر عامل خطاب عامل زراعه. اهلا وسهلا. وحضرتك؟ سامح محمد عامل زراعه. عامل زراعه. ايوه سهلا. وسهلا بحضرتك باشمهندس محمد علي سكشن هيد قسم الزراعه. اهلا وسهلا. وحضرتك؟ احمد محمد رمضان فن زراعه. منين؟ من البحيره. البحيره احسن ناس. ايه جميل. حسب منين؟ حسب صار الجيت فن زراعه. ما شاء الله. منين؟ بدرشاي. بدرشاي. محمد حسين جوه من الجيزه. منين؟ من الجيزه. من الجيزه. عبد الرحمن فرج محمد. اه. من الجيزه. من الجيزه. بتشتغل ايه؟ ري. ري. حضراتكم؟ الجيزه. بتشتغل ايه؟ مهندس زراعي. مهندس زراعي. بحيره. بحيره احسن ناس. حبيبي. بتشتغل ايه؟ مهندس زراعي. ما شاء الله. وحضرتك؟ مهندس محمد امين مهندس شبكات ري. اهلا وسهلا. وحضرتك؟ اسلام محمود فني زراعه. اهلا وسهلا. يعني انا قاعد معايا هنا زراع مصر كلهم بقى، وبعدين واضح ان كلكم بتمثلوا كل محافظات مصر. كلكم بقى بتفطروا هنا في رمضان ولا بتروحوا بتعملوا ايه؟ اللي من سوهاج والمحافظات بتفطروا هنا. يا رب دايما عامر ان شاء الله. طيب بصوا انا مش عايز اعطلكم، انتوا بتعملوا مشروع جميل جدا الحقيقه، وانا سعيد قوي من مشروع بالخضره الجميله دي، خصوصا انا جيت المنطقه دي زمان طبعا كانت احوالها غير كده خالص. انا مش هضيع من وقتكم، بس انا قلت ايه اسلي صيامكم شويه كده وادي مكافئات ماليه ونمشي على طول. فبتحبوا الفوازير والحاجات دي؟ تعرفوا تجاوبوا يعني؟ طب انا هسال اول سؤال، مين هو الهداف التاريخي، الهداف التاريخي المنتخب مصر؟ الهداف التاريخي، الهداف التاريخي لمنتخب مصر. الهداف التاريخي ها؟ مين قال حسام حسن؟ مين اللي قال؟ تعالى حسام حسن. مظبوط. اسمك ايه؟ محمد عبداية. منين؟ من الاقصر. مبروك عليك 2000 جنيه. ادي اول سؤال. برافو. طب ايه الشيء الذي ياكل ولا يشبع؟ النار. النار. طب بالراحه بس، بالراحه بالراحه عليا، احنا يعني رمضان كريم. ها آه. الشيء اللي بياكل ولا يشبع. ها آه. مين اللي قال النار؟ مين اولاد قال النار؟ مين اولاد قال النار؟ مين انتوا اختاروا؟ انا. اختاروا اثنين قالوا النار. ادي واحد وعايز واحد تاني. انتوا الاثنين 2000 جنيه كل سنه وانتم طيبين. طيب السؤال الثالث برضو في الرياضه، وانا عارف ان كلكم شباب بتحبوا الرياضه. لاعب مصري احترف في نادي اياكس. مين قال ميدو؟ انت قلت مين؟ انتوا الاثنين قلتوا ميدو؟ تعال انتوا الاثنين 2000 جنيه مبروك. الف الف مبروك. انتوا الاثنين انت الف والف. اخت خالك وليست خالتك تبقى مين؟ امي. امك. ده انت بتقولها. طب تعالى تعالى. عايز تقول لها الوالده موجوده؟ الله يرحمها ربنا يرحمها. ها آه مين تاني قال؟ مين اول واحد قال انت؟ طب تعالى تعالى نصدقك انت وهو 2000 جنيه كل سنه طيبين. سقفوا له. اخر سؤال، حيوان ليه اكبر عدد من الاسنان؟ فار. تمساح. الفار. ها آه. الفار. ها آه. تمساح. تعال. اسمك ايه؟ محمود محمد. منين؟ من الاقصر. من الاقصر. بتشتغل ايه؟ عامل ري. مبروك 2000 جنيه، التمساح مظبوط. ربنا يكرمكم وينفع بيكم، انتوا اللي بتبنوا الجمال كله، يعني شوفوا الزراعه دي كلها والحلاوه دي كلها انتوا اللي عاملينها. فانا يعني باسمي وباسم برنامج واحد من الناس وباسم كل واحد مصري في رمضان بيشوفنا بقول لكم شكرا كتر الف خيركم على تعبكم على شقاكم، بس انتوا الحمد لله خضرتوها
مش كان في زمان اغنيه اسمها تقول لك عايزينها تبقى خضرة الارض اللي في الصحراء؟ اهو انتوا خضرتوها. انا همشي عشان اسيبكم تكملوا شغلكم. رمضان كريم عليكم جميعا، ربنا يحفظكم جميعا. شكرا جزيلا، اشوفكم على خير، رمضان كريم، سلام عليكم. زي ما شفت حضراتكم يعني هو ده الفلاح المصري اللي بيزرع الارض وبيخضرها وبيرويها، يرويها بعرقه قبل ما يكون بيرويها بالميه. هو ده الفلاح اللي جاي النهارده، ونقول له والمزارع عشان نقول له شكرا، كتر خيرك، ربنا يكرمك، ربنا يحفظك، انتوا اللي بتزرعوها، انتوا اللي بتخضروها، انتوا اللي بتحفظوا مصر.